السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلام على النبي الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد إخوتي الكرام، مع الفرائض نريد أن نتهم الفرائض، نسأل الله أن يسر لنا إتمامها بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم ارضعنا على سيدنا فعشتنا على الذي الحاضر المسلم. قال ابن البخاري رحمه الله تعالى ونحن معلوم معلوم الصالحين، قال في صحيحه ومازال مع كتاب الفرائض، قال باب ابن عام أحدهما أخ للأم والأخ زوجه. وقال علي رضي الله عنه للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. قال رحمه الله يعني هو الآن عندما أراد أن يقسم في هذا الباب، وش قسم؟ ها؟ قسم هذا بأنه جعل للزوج النصف بدون وجود الولد، وللأخ من الأم أصل فرضه السدس، وهما أبناء العمومة في هذا الباب عصبات، فأخذوا بالفرض والعصبة. نعم. قال حدثنا محمود. من محمود؟ محمود بن غيلان. نعم، محمود بن غيلان نسخة العزوات الأوراق جمعتنا. قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى. عبيد الله ابن موسى من الثقات. نعم. قال عن إسرائيل سيد يونس من نسخة العزوات الأوراق جماعة. قال عن أبي حصين. من أبي حصين؟ أو عثمان بن عاصم. نعم. الأجلي. قال عن أبي صالح. أبو صالح من أروى الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هو شيخ أيضا الإمام الأعمش ذكوان الزيات. أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فليدعى له. وقال رحمه الله مر سريعا. نعم. قال حدثنا أبي بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وهذا جاء من أكثر من طريق، وهو أيضا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس عبد الله الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين، صحابي من صحابي أثري هو ترجمان القرآن عبر هذه الأمة. أقول أخي الكريم، أثر علي هنا في التوريث أخرجه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أوس بن ثابت عن حكيم بن عقال قال: أتى شريح في امرأة تركت ابني عمها، أولاد عمومة، وأولاد العمومة عصبة، ابني عمها أحدهما زوجها. هنا جمع بين أمرين، يعني هذا إذا كان سارس من جهتين، جهة السبب والنسب، جهة النسب اللي هو ابن عم، وجهة السبب أنه زوج، فأحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها. انظر هم أبناء عمومة، وأيضا أحدهما يعني طرف لها من ناحية الأم، والثاني طرف لها من ناحية المصاهرة أنه زوج، فأعطى الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث القرابة. أنت لا تتبرك أبدا، بل أنت ما شاء الله والخاطر بالله ما يفوتك شيء، ولو جلست دقائق معدودة تدبر الأمر، الله جعله سيفتح لك فتحا كثيرا، هذا فضل الله. فأعطى الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، أخذنا الزوج له إما النصف أو الربع، الربع لوجود الفرع الوارث، وهذا أصله قوله تعالى: لكم نصف ما ترك أزواجكم. نعم، إن لم يكن لهن ولد. وأعطى الأخ من الأم ما بقي، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب فقال: ادعوا لي العبد الأفضل. طبعا هنا أعطى الأخ الأم ما بقي على أساس فرضية الأخ الأم، لكن هذه ليس فرضه. لذلك قال: ادعوا لي العبد الأفضل. البضالة هي نبتها في الشفة العالية، وإذا طالت يقال أفضل، وطبعا أصلا هذه تشبه بشيء آخر. المهم، فدعا شريح فقال: ما قضيت بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بكتاب الله. قال: أين؟ قال: قال الله تعالى: وأولو الأرحام. قال علي: فهل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟ ثم أعطى الزوج النصف. علي هنا مع أنه مش فرضي هذه الأمة، لكن هذا علم علي بن أبي طالب من أعلم الصحابة، ممكن هو يقدم على عثمان لا كلام، أنه أعلم من عثمان لا كلام، والكلام في هل هو أعلم من عمر أم لا، عمر كان يستعين به في القضاء، هو كان أعلم الناس بالقضاء. أقول إخوتي الكرام، فقال له: فهل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟ ثم أعطى الزوج النصف والأخ من الأم السدس، ثم قسم بينهما فيما بقى. وهذه تتأتى بأنه أعطى الزوج النصف بالزوجية بالمصاهرة هنا الآن لعدم وجود الفرع الوارث،
واعطى الاخ الام السدس، وهذا تحقيق احمد بسرعه. تحقيق لايش؟ تحقيق لايش بسرعه يا احمد؟ يا احمد هتعطلني بالسكوت. احل طيب. ها، هذا تحقيق لقولي الحقوا الفرائض باهلها، اعطى الفرض وعد الفرض، فما بقي في الاولى رجل ذكر، فهو الان اعطى الفريضه للزوج بالنصف بالمصارعه الان، لان فرضه في كتاب الله، واعطى اخ الام فرضه في كتاب الله، فلكل واحد منهما السدس، وهذا الكلاله. طيب، قال المهم لا, لا لا يوجد طبعا الاخوه الام يرثون بشرط. وش هو الشرط؟ ليس لهم سبيل الى الفهلوه، ما فيش فهلوه، لان هي مسطره في كتاب الله، ما ينفعش الفهلوه فيها. اعطى يعني الاخوه الام ترث يعني عدم وجود الاصل الوارث او الفرع الوارث. من هذا؟ الزهري يتقدم جدا. ثم بعد ذلك ليس كلالة يعني. المهم عدم وجود الفرع الوارث او الاصل الوارث، ياخذ الاخ الام او شوفه، والاخوه الاشقاء نعم هذا صحيح لانه شاركت معه، لكن هؤلاء لهم فرض. طب انت ما شاء الله بارع. فاقول اخوتي الكرام، فكان عصبه، لأن هذا أبناء عمومة أصلا، أبناء عمومة أصلا، فلما قلنا أبناء العمومة إذن هم عصبة، فتطبيق الحديث فليش فلهذا رجل ذكر. أبو سفيان بن سعيد عن إسحاق عن الحارث عن علي أنه أفتى في ابن عم أحدهم أخ الأم، فقيل له إن عبد الله كان يعطي الأخ من الأم المال كله، قال يرحمه الله إن كان لفقيها، ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأم السدس ثم قسمت ما بقي بينهما. هذا صحيح. وأخبرنا محمد بن سالم عن الشعبية في امرأة تركت ابن عم أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، في قول علي وسيد عنهما للزوج النصف وللأخ من الأم السدس الفرض، وهما شريكان فيما بقى عصبة لأنهم أبناء عمومة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقالت قول علي وزيد بن ثابت وهو قول المدنيين والثوري والأربعة وإسحاق، وفي قول ثاني أن جميع المال للذي جمع القرابتين. قال عمر بن مسعود قال في ابن عم أحدهما أخ الأم والآخر الأخ لأم أحق لو السدس فرضا وباقي المال تعصيبا، وهو قول حسن البصري وشريح وعطاء النخعي وابن ياسرين، وإليه ذهب أبو ثور وأهل الظاهر. وقع الأشعث في كتاب ابن حبيب أن العم كان أخذ لأم يرث موالي أخيه لأمي دون بني عمه وأخواته لأبيه، واحتج في الإجماع في أخوين شقيقين لأب أن المال للأول دون لأنه أقرب بأم، فكذلك ابن عم إذا كان أحدهما أخا لأم فالمال له قياسا على ما أجمعوا عليه من الأخوين، واحتج الأول بأن أحدهما منفرد بكونه أخا لأم فوجب أن يأخذ نصيبه، ثم يساوي بينه وبين من يشاركه في قرابته ويساوي في درجته. وإلى هذا ذهب البخاري واستدل عليه بقوله فماله لموالي العصبة، وهذا هو الصحيح. وهم بنو العم، وكذلك قال أهل التأويل في قوله تعالى وإن خفت الموالي من ورائي أنهم بنو العم. نعم، فسوى بينهم في الميراث ولم يجعل بعضهم أولى بعض، ولذلك قال فماله لموالي العصبة، هم أبناء العمومة، أبناء العمومة عصبة. وكذلك قوله الحق الفرائض بأهلها، أعطوا الزوجة فريضته وأعطوا الأخ الأم فريضته، ثم ما بقي كان العصبة وهما عصبة أبناء عمومة، وهذا هو صحيح. ونقول فالأودع إعراب يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فالأودع عليه، والكل والعيال والثقل والضاع يعني ترك دينا، كما قال تعالى هو كل على مولاه يعني ثقيل عليه، والضياع مصدر ضاع شيء يضيع ضيعه، وضياعا أي هلك فوال تقدير حرف محذوف أي كأضياع الضياع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه حمل عنهم الديون. وبهذا يكون التوريث الصحيح إذا كان يعني امرأة زوج لها زوج وابن عم وأخ الأم وابن عم، عندنا الآن طرفان لو تنظروا إليه الفرائض الحقل طبقوا هذا كما قلت إن شاء الله. شوف شهادة أنت لو وقفت مع هذا الحديث وجمعت آيتين النساء وآخر آيتي الأوائل في النساء وآخر آية في النساء جمعت المواريث بأسره، وأما أنت فيعني الحمد لله جمع الله لك القرآن. فأنا أقول هنا الآن الأخ الأم له فرضيته بشرط عدم وجود الأصل الوارث والفرع الوارث، وفرضيته سدس والبنت أيضا سدس، وهما يستويان لو اشتركا ما ليس للذكر حظ الأنثيين، كل واحد سهمه يساوي سهم الثاني. ابن العم زوج والزوج يرث بالمصارة بالقرابة بالمصارة، فيرث بالسبب لا بالنسب، فيرث عند وجود الفرع الوارث وعدم وجوده، عند وجوده يرث الربع يحجب، عند عدم وجوده يرث النصف.
وهنا الآن بعدما الحقنا فرايد بآليه عندنا الآن درجة واحدة أبناء عمومة. الأخ الأم ده ابن العم، أخ الأم أخذ بالفرض وابن العم، وأيضا الزوج ابن عم. فهنا يجمع الله يرضى عنك يا رب، فهما يجمع بينهما بأنه يأخذان بالعصبة فيشتركان في الباقي بينهما بالسوية. هذا هو. نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ بكم ويجعل ذلك في موازين حسناتكم. إن حبكم جميعا في الله. صلاة أنت سيدتي وسيدة المجلس، جزاكم الله خير. آسف لو تأخرت عليكم الظهر، أنا كان وراي قراءة معينة لكن ما كنت أعرف أن الظهر يذهب هكذا، فسامحوني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لكن أيضا بركة المجلس، الله جعلنا ننتهي من الباب. أنا أريد عصرا أنتهي من أبواب أو جل أبواب الفرائض عشان نبقى كله في الرقائق فقط بإذن الله تعالى. نعم نعم أعلم ذلك أنه يكون يسيرا على مثلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.